تواصل أمانة منطقة الرياض استعداداتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وحققت رقما قياسيا جديدا إذ بلغ عدد أعلام المملكة 8000 علم متنوعة، ويمثل العلم السعودي هوية وطنية ذات اعتزاز وفخر. كلمة حق وعدل وإنصاف. اليوم إذا كنا نحتفي بهذا الرقم القياسي اللي حققته أمانة الرياض في هذا الاحتفال باليوم الوطني، فيجب علينا أيضا أن ننصف جهود الأمانة في الاحتفالات، في الفعاليات، في الأنشطة، في القرب الاجتماعي اللي صاير من خلال فعالياتها وأنشطتها، القرب الثقافي الكبير. الحقيقة أنه اللي تصنع أمانة الرياض اليوم على مستوى كثير من الأنشطة والفعاليات والتفاعل والحضور أمر يستحق التحية، الشكر، التقدير لكل منسوبيها، بدءا بسمو الأمير فيصل بن عياف، ومرورا بكل العاملين داخل الأمانة على الجهود التي تبذل اليوم. وأرجع وأقول قبل ما أنتقل للخبر اللي بعده، اليوم الأمانة جالسة تقدم دور مجتمعي وثقافي ومعرفي جميل جدا، يستحق أن يكون نموذج يحتذى به، فكل الشكر لهم.